انتقلنا للزملاء احبتنا سريعا الى فقره الميكروويف وزميل نجيب القحطاني. صبحك الله بالخير وحياك الله ولك الهواء. صباح الخير عبد المحسن، صباح الخير غادة، صباح الخير مشاهدين تلفزيون دولة الكويت. مثل ما احنا عودناكم دائما بعودة جميلة جدا، وارحب في جميع اسرة برنامج صباح الخير. لكن احنا عودناكم احنا موجودين في مشاريع دولة الكويت الحبيبة. احنا اليوم موجودين في استقبال وانشاء وصيانة 290 شقة في القطاعين N1 وN3 و43 شقة والمباني العامة واعمال الخدمات الرئيسية والبنية التحتية في مدينة جبر الاحمد. في هذا الموقع راح يكون ان شاء الله انشاء 128 عمارة، راح يتكلم عنها المهندس علي الصالح نائب المهندس المقيم بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية وقطاع التنفيذ. مهندس صباحك الله بالخير، يعطيك العافية. الجو حار لكن المشاهدين يستاهلون. أكيد أكيد أكيد، حياكم الله في الموقع وفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أحد المشاريع الموجودة استكمال وإنشاء صيانة 290 شقة و340 شقة والمباني. مهندس ودنا نتكلم عن تقريبا يعني مكونات هذا المشروع، ودنا نعرف المشاهد الكريم أن إن شاء الله خلال الفترة القادمة راح يكون 128 عمارة في هذا المكان. حقيقة المشروع مساحة المشروع تقريبا 2,030,000 متر مربع، 203 هكتار، طبعا ممتدة على أكثر من قطاع موجود عندنا. العمارات 128 عمارة، عندنا المباني العامة الموجودة والبنية التحتية الموجودة في خلال اللي هو المحور الخدمي لمدينة جبر الأحمد. نعم. مهندس الآن كاميرات قاعد تأخذ لقطات على هذا المبنى، نتكلم عن هذه العمارة اللي موجودة أو عندك الكروكي اللي موجودة الآن هذه في البورد. نعم، إحنا حاليا موقعنا هني بين عمارة 201 و202 في قطاع 2. العمارة تتكون من أرضي وخمس أدوار متكرر. مسطح الدور تقريبا 400 متر مربع، مسطح العمارة 1000 متر مربع بالعموم. تبي نروح للتقسيمه الشقه نفسها؟ الشقه عباره عن نشوف هنا عندنا موزع موجود، بعدين يكون موجود غرفه المعيشه، هنا غرفه هني ديوانيه. طبعا في التصميم راعينا وايد الخصوصيه واحتياجات الاسره الكويتيه بوجود مدخل مفصل للديوانيه، وجود الخدمات موجوده في مكان واحد، وجود غرفه للخدامه، بالاضافه الى وجود غرفه معيشه وموزع، وموجود اكثر من غرفه نوم، اربع غرف نوم وغرفه ماستر موجوده. يعني كل شق كل دور راح يكون في اسره واحده موجوده 400 متر. نعم 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 نعم. نتكلم عن قيمه العقد. قيمه العقد 72,900,000. نعم. وبعدين نتكلم عن نسبة الإنجاز ومتى بدأ هذا المشروع اللي في هذا المكان. تم تسليم الموقع للمقاول في تاريخ 2/1/2017. مدة المشروع 900 يوم وانتهاء المشروع في يوم 20/6/2019. تم انقضاء 180 يوم، المتبقي 720 يوم. نسبة الإنجاز حسب الجدول الزمني هي 2.06، ولكن النسبة الفعلية اللي موجودة الحين حاليا لتقدم المقاول تقريبا 5.36، يعني تقريبا 3% متقدم عن البرنامج. يعني الموجود ما شاء الله حسب الموعد انتم سابقين هذا الموعد. نعم نعم نعم، متقدم على البرنامج الزمني الموجود. نتكلم عن الخدمات العامة اللي راح تكون موجودة في هذه المنطقة. طبعا بجانب العمارات عندنا الخدمات المباني العامة الموجودة، أول شيء موجود عندنا 37 محول، وعندنا مستوصف في مجمع حكومي، في مركز إسعاف، في مخفر، في خمس مساجد، ثلاثة منها رئيسيين واثنين فرعيين، طبعا بالإضافة إلى سكن المؤذن والإمام. الموجود. هذه اللي احنا موجودين في القطعه N1 N3 عدل؟ نعم نعم N1 N3. مهندس علي الصالح نائب المهندس المقيم في المؤسسه العامه للرعايه السكنيه قطاع التنفيذ، يعطيك العافيه وعساك على القوه. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله بعد فتره حنمر عليك ان شاء الله نشوف العمارات يعني بحله اكثر من هذه، وكل عمارة ان شاء الله مبنيه اكثر واكثر ان شاء الله. مشكورين مشكورين، وان شاء الله حياكم الله باي وقت، وان شاء الله نستكمل المشروع من ضمن الخطط للمؤسسه العامه للرعايه السكنيه في المباني الجديده. يعطيك العافيه مهندس، عساك على القول. احنا نرجع للزملاء في الاستوديو. غاده ليش الهوا تفضلي، راح نكون ان شاء الله معاكم في موقع اخر لاسره برنامج. تفضلي هوا. شكرا لك نجيب وما قصرت وقواكم.